الحنين إلى بساطة العيد وعفوية طقوسه ما تزال ملتصقة في الذاكرة، تستحضر التفاصيل وحيثيات الزمن الجميل، عبثا يحاول البعض استعادتها، فقد نهشتها المدنية المتوحشة ووأدها تسارع إيقاع العيش والتراخي الاجتماعي وتغليب المصالح بالمفهوم الضيق لفكرة التواصل مع الآخر، لتتقزم بفعل الزمن وحداثة التكنولوجيا إلى رسائل قصيرة مبسترة وصورا منزوعة الدسم للروح والمعنى، تتقذفها الأجهزة المحمولة فيما بينها دفعا للعتب بين الأهل والأصدقاء. لكل زمن عيد وطقوس، هذا هو لسان حال من وجد في المناسبة مناسبة للراحة من عناء عمل أو تحد طارئ يستنزف ما تبقى في الجيب. وفي كلا الأمرين فالفرح حكم ملزم غير قابل للطعن في العيد، يجبر عليه من استطاع ومن لم يستطع إليه سبيلا، وكل بما قدر له من مساحة للسعادة يسعد ويسعد في فضائها من فضى قلبه من زحام الحياة وتعقيدها. الطفل آخر فرسان مشهد العيد، يحاول بعفويته أن يستكشف جديد المناسبة التي هيأها الأهل له، فلا يجد الكثير، فالحصول على الهدية أو العيدية وارتياد الملاهي والمطاعم ودور السينما بات سلوكا وممارسة منتظمة على مدار العام، لا جديد سوى تعاقب المناسبة ووقفة جديدة على إطلال ذكريات أعياد خالت.